خلايا الدم الحمراء اللي هي ريد بلاد سيلز او ما تسمى اريثروسايتس بتشكل حوالي من 40 ل 45% من حجم الدم، ووظيفه خلايا الدم الحمراء هو نقل الاكسجين من الرئتين الى خلايا الجسم. بتتكون خلايا الدم الحمراء داخل عظام الهيكل العظمي، بالتحديد في الفقرات وعظمه القص والضلوع والحزام الكتفي والحزام الحوضي. داخل نخاع العظام الأحمر للعظم الإسفنجي، الخلايا الجذعية الغير ناضجة واللي اسمها هيموسايتوبلاستس بتنمو وبتتحول لأنواع مختلفة من خلايا الدم بتشمل خلايا الدم الحمراء. وأثناء عملية النمو الهيموسايتوبلاستس بتطرد أنويتها علشان تسمح للخلية إنها تحمل المزيد من الأكسجين لأنسجة الجسم. خلايا الدم الحمراء الناضجة بتدخل لمجرى الدم عن طريق شعيرات دموية متضخمة تسمى ساينوسايتس،